السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الوورد بيحتفظ بآخر لينكات لآخر ما فات اشتغلت فيها، يعني لما تيجي هنا تلاقي دي آخر حاجات أنت اشتغلت فيها، تمام؟ طيب ممكن أنت لو اشتغلت على حاجات بعد كده الحاجات اللي فاتت دي تتلغي. فلو أنت في ملف يعتبر زي تمبليت ليك أو حاجة أنت بتشتغل عليها كتير فعايز تثبتها، فممكن تيجي هنا وتدوس على علامة البن ديت. معنى كده إيه؟ معنى كده إن هو هيبقى موجود في الأول خالص، وإن أي تعديلات هتحصل لو انت فتحت ملف تاني هيختفي الحاجات ديت، بس الحاجات اللي انت معمول لها بن دي هتفضل ثابته، فتلاقيها فوق خالص وموجوده معاك على طول. مثلا دوت انا بحتاجه كتير، الاثنين دول مش هما ده اللي انا بحتاجهم، فممكن اسيبهم يختفوا بعد كده مش هتفرق معايا. ده انا بحتاجه كتير فبعمل له بن، فانا بعمل بن للملفات اللي انا بشتغل عليها كتير. دي في الاوبن فولدر. هنا الفولدرات ممكن افتح الفولدر نفسه فيجيب لي الحاجات اللي موجوده جوه الفولدر دوت، تمام؟ يعني ده الفولدر دي 3 دي، دي كل الفولدرات اللي موجوده جواه، فممكن اختار اي واحد فيهم واروح داس عليه يتفتح وابدا اشتغل عليه.